السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو اذا ما كنت مشترك بالقناة، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم افضل 10 لوجو جاهزة ومصممة بس تضيف اسمك عليها، فافضل لوجوهات يا شباب. طبعا رابط تحميل الملف بتحصله اسفل الفيديو. طريقة تحميل الملف، كل ما عليك ان تدخل على الرابط اسفل الفيديو في الوصف، بعد ما تدخل على الرابط بيوديك لصفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع ميديا فاير، فتحمل الملف بالضغط على الداونلود فيبدا تحميل الملف. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، تضغط على كليك يمين، تضغط اكستراكت او استخراج او فكر ضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف، الملف اللوجو. تفتح الملف بتحصل 10 لوجوهات جدا رهيبة يا شباب، بس تضيف عليها اسمك بدون اسم. ناس ما تشوفون اللوجو الاول، هذا هو اللوجو الاول، بس تضيف اسمك عليه هني، تضيف اسمك هني. اللوجو الثاني ناس ما تشوفون، اللوجو الثالث ناس ما تشوفون، اللوجو الرابع، اللوجو الخامس، اللوجو السادس، اللوجو السابع، اللوجو الثامن، اللوجو التاسع، واللوجو الاخير واللوجو العاشر. طبعا لازم يكون عندك تطبيقات للاندرويد حتى تضيف اسمك، مثل بيكس ارت. انا بضيف على الصور اللوجو عن طريق الفوتوشوب، راح اشرح لكم كيف تضيف اللوجو اسمك عليها عن طريق الفوتوشوب. كل ما عليك تضغط على فايل، تضغط اوبن، تختار اللوجو اللي تبي تضيف عليها اسمك. اوكي، ناس ما تشوفون وين الملف، هذا هو، نختار اللوجو اللي تبي تضيف عليها اسمك مثلا هذا. اوكي، بعد ما تختار اضغط على التكست، ناس ما تشوفون يعني تحدد النص، اكتب مثلا، اكتب اسمك او اسم قناتك، نوح فريش داي، اضغط على كنترول. اوكي، الحين حدد الناس ما تشوفون، حدد. اوكي، حط اضغط على كنترول وانقل المكان، تخليه مكان مثلا كنترول، وبالموس انقل النص للمكان المناسب. تقدر تكبر بعد، اضغط على كنترول وحدد وكبر النص، نص اللي كتبته وبس. بعد ما تنتهي اضغط على علامة صح، اضغط على فايل، اضغط سايف اس، سايف اس، احدد، اختار بي ان جي، اختار سطح المكتب، اضغط على السايف، فاضغط على اوكي، فتم حفظ اللوجو باسمك. ناس ما تشوفون تم حفظ اللوجو باسمك. ناس ما تشوفون لوجوهات جدا رهيبة يا شباب ومجانية وبس. ما بطول الفيديو هذا بالشرح، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس.